ما معنى اسم خديجة؟ هو اسم علم أصله عربي مؤنث، والخديجة هي التي تولد قبل أن تكمل أوانها، ويقال خدجت الدابة، أي ولدت قبل إتمام المدة المطلوبة. فالأم تسمى خادج، والمولود يسمى خديج وخديجة وخدوج. اسم خديجة يعد من الأسماء الجميلة والمفضلة عند المسلمين كافة، تيمنا بالسيدة خديجة رضي الله عنها زوجة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، حيث نجد الآباء يحبون تسمية بناتهم بهذا الاسم في كل بلد يتواجد فيه المسلمون. فهي أول امرأة تدخل الجنة. تتميز الفتاة التي تحمل اسم خديجة بالعديد من الصفات الجميلة، فهي إنسانة محبة للخير وتساعد جميع الناس ولا تتردد في ذلك. إنسانة ذكية وفطنة، وهي ذات نفس عزيزة جدا، لا تطلب شيئا من الآخرين إلا للضرورة القصوى. صبورة جدا وتتخطى المحن بالصبر، فهي قوية الإرادة لكنها في ذات الوقت خجولة وحنونة. تحترم الطرف الآخر في التعامل، وتظهر الاحترام عند التعامل مع زملاء العمل، الأهل والأصدقاء. تحب الصدق في العلاقات وتكره الكذب، ولا تحاول التظاهر بشيء لا يوجد بداخلها، دائما ما تتعامل بالطريقة الصادقة. تتميز بتقبلها للأخطاء، لأنها تدرك بأن كل شخص يخطئ، ولا يوجد إنسان معصوم من الخطأ، لذلك فلديها القدرة على تقبل أخطاء الآخرين. من أسماء الدلع لاسم خديجة خدوج، ديجا ديجو، دودو ودوجي، ومؤخرا كادي.